السبت 24 حزيران 2023، برج الحمل عم تتطور كتير بكل المجالات وعم بتفكر كتير بالمستقبل، بس نصيحة ما تستبق الأمور وكون واعي للوضع الحالي. جرب تبتعد اليوم عن مواقع التواصل الاجتماعي وما تحضر أخبار تيضل مودك عالي. برج الثور، أنت متحمس لفكرة جديدة تتبادر فيها بالشغل وعم بتبلش أنه تدرسها كتير منيح. بيحاولوا بعض الأقارب أنه يتواصلوا معك، بس أنت بترفض أنه تعمل هالشي بسبب مشكلة صارت بينتكن أخيراً. برج الجوزاء، تأكد أنه تنتبه على كل شيء بتشتغله، خاصة بالأوقات الحالية والمستقبلية، هالشي كرمالك أنت، يعني تتكون أنت المنافس الشرس بالعمل بالشركة. ما تتردد بالتعبير عن مشاعرك لشريكك على المستوى العاطفي وإظهار مدى حبك له. برج السرطان، عم بتعيش بحالة من الراحة والنشاط والتفاؤل بعد ما بلشت وظيفتك الجديدة. اشتغل على تطوير مهارات التواصل عندك حتى تقدر توصل فكرتك للي حواليك. برج الأسد، عم بتحضر مفاجأة لشخص بتحبه كتير، خاصة بعد ما عطيوك ترقية بالشغل. بنفس الوقت عم بتلوم حالك بعد ما زعلت شخص معك بالشغل بسبب شيء هو ما له علاقة فيه. برج العذراء، بتعيش بعض الصعوبات مع العائلة بسبب أسلوبك الحاد، لهالسبب تأكد قبل ما تجتمع بأي شخص اليوم إنه تكون هادي. أنت بحاجة إنه تتبع نظام صحي وغذائي متوازن، وتذكر إنه لازم تشرب كتير مي. برج الميزان، لازم تاخد قراراتك بسرعة وما تفكر كتير، خاصة إنه التفكير رح يكون وسيلة تضيع وقتك اليوم. كل ما زاد التردد والخوف كل ما زادت خسائرك، فانتبه. برج العقرب، قضي وقت اجتماعي حلو كتير مع العائلة والأصدقاء اليوم، ما تضيع هالفرصة عليك أبداً لو شو ما كان عندك. ما تنسى تمارس الرياضة بأسرع وقت ممكن، خاصة إنك بحاجة لهالشي كتير. برج القوس، عندك مشاكل مع بعض الأصدقاء بسبب سوء تفاهم صار بينتكن، لهالسبب تأكد من توضيح وجهة نظرك حتى ما يزيد سوء التفاهم بينتكن أكتر. برج الجدي، على المستوى المهني لازم تستثمر ذكائك بمشروع ناجح مع صديق معين بترتاح له وبتوثق بمحبته إلك. كون واعي على كل شيء اليوم واسأل عن كل شيء قبل ما تاخد أي قرار مصيري. برج الدلو، شريكك واقع بمشكلة كبيرة بتتعلق بالشغل، ما تستسلم وخليك واقف حده وعم تدعمه. مهنياً رح تحتفل بإنجاز كبير بتحققه، والمسؤولين رح يكونوا مبسوطين منك ورح يكافئوك. برج الحوت، استمتع بمغامرة جديدة مع أصدقائك وقت يلي بتكون عم بتقضي فرصة صغيرة برات شغلك. كون منتبه وما تنخدع بالأشياء المتهورة، حالتك الصحية رح تتحسن وتتطور بشكل إيجابي بعد ما اتبعت تعليمات الطبيب.